Bonjour, bonsoir, de retour. Donc, qui le conseil de discipline, dire un recours. OK? Le recours, il n'a pas de la justice, le niveau, le إلا أنت استنفذ كل المراحل هذو ما قدرتش هذا الوقت تروح للناسيون زوني قول لهم ظلموني ودرت هذا لو ريكور 1 لو ريكور 2 لأن سيدي ما على باليش هذا الجوج اسكو راه في العاصمة ولا راه في دون زين ريجون لأن تروح للمحكمة تاع الدائرة تاعك ومن بعد إلا المحكمة هذيك ما قدرتش تروح تزيد تطلع حتى تروح للمستوى العالي يا دي ديمارش اسوين دونك الى مثلا المستدعى من المجلس الدستوري ولا المحكمه العليا مباشره سي اوتر شوز مي ان ركور يعطيك الحق ان ركور للوا هذيك اللي كتبتهم ثم يعطيك الحق اوتونك الجوج دير ان ركور ما عجبنيش القانون هذا ما عجبنيش هذاك لي بينيسيون هذيك هكذا دونك صلاحيات الرئيس هنا في القانون القادم وين صلاحيات الوزير الخارجيه يا في القانون القادم كاين بس في القانون الجديد في القانون الجديد في مسوده الدستور تعطي الصلاحيه ينحيو للمينيستر تاع لا جوستيس باش ما يختارش لي جوج هكذا دونك انت حطيت روحك في موقف حرج دونك انت قلت بلي مثلا لازم انت تتبع لي دات تتبع لي زيفانمون لو كومونيكي هذا تاع صلاح تاع سميتو تاع سعد الدين هذا لو كومونيكي تاعو كي نقول تاعو اوتونك بورت بارول تاع الكلوب هذاك كي سي اسكو سي لو كلوب هذاك اللي عطى له كاع واش مكتوب تما ولا سي من راسو دونك خرج الكومونيكي هذاك لو 12 افريل هكذا معليش انتايا كمحامي لازم تبع الايفنت باش ما تقولش انايا راني نغلط في الناس الكومونيكي خرج لو 12 افريل بصح مسوده الدستور خرجت ريسامون والكومونيكي هذا اللي بعثتو لا بلانت هذه خرجت اليوم لو 20 مايو دونك نتايا راك تغلط الناس لان الكومونيكي هذا تاع 12 افريل which is كما نقولوا مطالب شرعيه من مؤسسه غير شرعيه الكلوب هذاك مازال كما نقولوا au cours de constitution مازال ما داش كما انت مثلا رشيد النقاز او يجري على اسم حزب الشباب والتغيير هو ما كاش حزب شبه التغيير ما كاش كما مثلا كريم طابو او يدير حزب لو دي اس ما كاش حزب اسمه لو دي اس ما كاش حزب اسمه لو دي اس لونيون ديموكراتيك سوسيال ما كاش مين انت راك درتو كمؤسسه راك تمشي عليها نو هذيك مؤسسه خياليه راك تمشي بها لازم نفهمو حطيت لاغريمون تاعك ما عطاولكش لاغريمون صافي تو نيكزيست با مثلا حركه رشاد هذه هي نيكزيست با سي تا موفمون خيالي نيكزيست با باش نفهمو هو يقول لك انا حطيت لاغريمون تاعي لي ناسيون زوني بصح انت تقول انا مؤسسه جزائريه المؤسسه الجزائريه تو ني با اغري هكذا لازم نشوفوا هذه الحاله دونك لو كومونيكي هذا خرج لو 12 افريل 2020 كيما نقول سي دي جون يخدموا في لا جوستيس سي دي ريفونديكاسيون ليجيتيم بصح انت تو يا اليميني ولا بار كيما نقولوا سيامون يعني عمدا رحت درت اون بلانت لو 21 ماي
مي تو انيوري مسوده الدستور هذيك، مسوده الدستور تعطيك كاع الحلول على المشاكل هذا، ولا لازم نشوف واحد الحاجه سي با باسكو مسوده الدستور خرجت كجواب ولا رياكسيون للكومونيكي هذا تاع 12 افريل. نو هي معموله خرجت، معموله خرجت. دونك انت راك تجري على حاجه الناس راهي تخدم عليها، ومن بعد كي خرجت انت راك تسقي، مازال راك تسقي وما تقبلش الدستور هذاك. صافي يقول لك واش شنو انت راك دومونديد هاد الاشياء، النص تاعها موجود في مسوده الدستور، واش بغيت انت؟ دونك انت بعت بلانت كيما نقولوا ويزاوت، بلا ما تزيد مسوده الدستور اللي عندها كاع الاجوبه على الاسئله تاع ماشي تاعك، الاسئله تاع الكوميونيكي هذا تاع 12 افريل. ومن بعد يقولوا لك هذا الانسان، هذا الانسان بغاو يديروا له، بغاو يديروا له بانيشمنت يعني عقوبات باسكو ما دخلش في لي زيليكسيون، في لي زيليكسيون بريزيدونسيال. يا انسان لي زيليكسيون بريزيدونسيال سي ان شوا، اوكي؟ دونك انت الحكومه الجزائريه الى ديسيدي دو فير لي زيليكسيون، مهما كان الريجيم، الحكومه الجزائريه الى ديسيدي دو فير دي زيليكسيون، لو كونسيل كيما نقولوا كاع المؤسسات الدوله قبلت عليها، انت تو في بارتي في مؤسسه، دونك السلطه القضائيه، السلطه القضائيه عندها اكثر من 8000 عامل، 8000 عامل، من 8000 عامل هكا تلقى واحد 15 واحد ils sont contre les élections. Est-ce que tu es contre les élections en tant que juge ou là tu contre les élections en tant que citoyen algérien? لأن المهمة تاعك، المهمة تاعك، المهمة تاعك تقول لك باللي لازم دير هذا، دير هذا، دير هذا. إلا انت ما بغيتش تدخل في لي زيليكسيون هذاك، هذاك شغلك، هذاك شغلك، ما تبغيش تدخل في لي زيليكسيون وما تجيش تهضر انا ما بغيتش نلعب مثلا ليان تورنوا، اوكي؟ ليان تورنوا وين كان فيها اسرائيل، هذاك اللاعب الجزائري خرج من التورنوا هذا، خرج ب كما نقولوا ب avec sa décision، خرج هو من التورنوا هذا، ومن بعد يلعبوا 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 يشوف الاسرائيلي هذاك واش يدير، يدخل هذاك الالجيري يقول له ايه ودار هكذا، واش علاه دار هكذا، نورمالمون ما يربحش، جو سوي كونتر التورنوا هذاك، ما ساسفي با كوم سا. هو دار اون ديسيزيون بيرسونيل، خرج من التورنوا هذاك، دونك ما نهدرش على التورنوا هذاك شكون ربح شكون لعب على خلاص، انا جو ني في با بارتي للتورنوا هذاك. سي لا ميم شوز اوز ايليكسيون، انا ما بغيتش نبارتيسيبي ونحي روحي، بصح ما نزيدش انا نكسر راسي على لي زيليكسيون هذوك، ما نزيدش نكون روبال، ما نزيدش نكون يعني متعصب. نو سولمون فوز ات كونتر اي بورتون لا فونكسيون تاعك اون طونك جوج لازم تقعد في الخدمه تاعك، لي زونسينيو هذوك كاع اللي يخدموا في المدرسه الناس كاع سون كونتر لي زيليكسيون، بصح الموقف هذاك لازم يقعدوا في ليتابليسمون هذاك يخدموا، وكاين دي جون، كاين دي جوندارم، كاين المهم لازم تقول الحقيقه، انا ما كنتش، انا كنت ضد لي زيليكسيون خرجت، هذا ما كان، ما نجيش انا نكسر راسي ونروح لا جوستيس، انتوما درتو لا جوستيس ولات سينما. ان بروفيسيونيل ما قدرش انا جو في با فاليدي لي زيليكسيون، هذا نخرج مع السلامه، هذا ما كان. ما تكسرش راسك تروح دير اعتصام قدام باب تاع لا جوستيس، ساس في ريان هذاك، فهمت؟ لازم انت تصعد شويه من المستوى تاع القضاة. Je vais pas participer à le communiquer à مثلا 50 واحد سنية، هذا ما كان، on va pas participer.
دونك في كيما نقولوا ردة الفعل، ردة الفعل ريبريزايل. اسكو هذوك الناس اللي كاع كانوا ضد ليزيليكسيون كاع عندهم مشكلة مع الدولة الآن؟ لازم تفهم اسكو، لان ما نغلطوش الناس. كاين احداث وقعت، دونك انت عندك اون سيونس كونسي ديسيبلين لو 1 جوان، مازال ما جاتش. الناس راهي دارت حاله في الفيسبوك، والانسان هذا اللي زعما عنده اكسبيريونس او طونك افوكا يقرا لي لوايتو، ولا دارها عمدا يخبي اشياء، يعطي فقط الاشياء اللي تبان باللي عندك الحق. هي اون فان دي كونت ما عندكش الحق، ميم سي تكون ما على باليش، لان كاين واحد الحاجه الناس واش يشوفك، ميم سي البروبليم هذا الناس يشوفوك اسك تعرف تهضر، اسك تعرف تكون عندك دي دكتوره، تكون عندك كيما نقولوا سي تان بارامتر. كي يهضر واحد ان بروفيسور ولا ان دكتور ديتا ولا توجور يعطيو له الحق، باسكو يعرف يهضر، باسكو عنده هذيك لا كريديبيليتي كريدونشلز. دونك اي حاجه يقولها لك هذاك الانسان تعطيو له الحق. هذا هو المشكله تاعنا هنا، يشوفوا واحد افوكا 15 سنه 18 سنه هو يخدم، دونك لا كريديبيليتي داها من هذيك الاشياء. مي هي دي زافوكا كورومبو، هي دي دكتور ديتا نول ما يعرفوا والو كي يهضر. لو بروبليم سي كي يعرفوا يهضروا، كون نعرفوا نهضروا كيما هما بالك نديروا لا ديفيرونس. حنايا رانا نعطيو كيما نقولوا اوبينيو هكذا رابيد، مي كي نشوفوها هكذا انا غضني قلبي كي نشوف الناس اللي راهي تصفق على اشياء ما فهموهاش. كاين ان كومونيكي خرج قديم، وكاينين وقديم على الكومونيكي هذا، ودي زيفينمون لي داتيتو انت جمعت هادو عطيت لهم اون بلانت وعطيت لادريس قلت لهم كاع لي زالجيريا عيطوا لهم لي ناسيون زوني باش يشوفوا باللي رانا بزاف الخبز. انا والله العظيم ما يغاضونيش هادو الانسان هادو اللي راهم في لترونجي، ما يغاضونيش، لان ils ont un choix, ils ont fait leur choix dans la vie, ils ont quitté l'Algérie. C'est des gens soi-disant كما نقولوا opposants, mais c'est des baracassés, c'est des gens راحت لهم la vie تاعهم. Qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de revenir avec un autre moyen, avec une autre recette. Mais واش غادني les jeunes اللي راهم صغار 20 سنه الان يصحوا، au lieu de يديريجيو هذيك لا فولونتي لا موتيفاسيون باش يبنيو حياتهم بلادهم ايتو، او يعيشوا في هذيك لا بول هذاك تاع الديزيسبوار. ما تديك الناس الان راهي كل هذا راه عايش في امريكا، وعلى او يكسر راسو. انا ما رانيش نكسر راسي على هذوك الناس، نكسر راسي على الناس اللي راهي في البلاد، الناس اللي غدوة تكون دي كادر تاع لا ناسيون وما تقراش. ان احنا عندنا مشكله هذه في لابيان، مع كل احترامي للخياطات والحفافات والرقاصات، مع كل احترامي، بصح الناس اللي راهم يسميو على القوانين ما عندهم اي علاقه بالقوانين. الناس قرات العلم يتو في القوانين ومازال عندها مشاكل، عندها تنسى اشياء دير دي زيرو. ودونك الناس اللي ما تعرفش، هذا هو المشكله. والناس اللي راهي تتبع، ولا الناس اللي راهي تعطي اراء مثلا على مسوده الدستور، خاطيهم تماما لا لوا قولي يعطيك. انا مثلا ما عجبتنيش حاجه، دونك خلي الناس اللي راهي ضد الدستور ولا ضد الجزائر ولا ضد البرنامج الجديد، شوف الناس اللي راهي ضد بصح ما تعطيش البديل. الواحد اللي عطى البديل اسمو مولا كاين زوج،
الواحد هو الجيل الجديد، الجيل الجديد او يخدم. انا شفت الديكلاراسيون تاعو او يكسر راسه، دونك عنده مسوده الدستور او يخدم على مسوده. سكو جو روبروش الجيل الجديد، سكو جو روبروش لان انا عشت معاهم كاع، انا عارفهم كاع. بوركوا اتوندر مسوده الجمهوريه، رئاسة الجمهورية، باش انت تقوم باش تصحح واش عطاك مسودة الجمهورية. اوتونك بارتي بوليتيك لازم يكون عندك المسودة تاعك رادي واجدة، لازم يكون البرنامج تاعك واجد. على هذا الناس اللي راهم يدمونديو بيروحوا كاع، تروح واش تلقى يصفروا كاع. لا ما كاش بديل، ما كاش بديل. كي يروح واحد يقول لك انا مثلا بغيت يروحوا كاع من بعد، واش يبقى؟ شكون يدير لك لي مينيستر، يدير لك لي زافوكا، لا بي ان، كلش كلش، شكون يدير لك؟ مي ايل فول لو كاو، يروحوا كاع من بعد ما يبقى حتى واحد. دونك شكون هو لي جون اللي بغاو يربحوا؟ حتى كل لي جون اللي ما عندهمش لا كيما نقولوا القوه السياسيه، كما تكونش عندك قوة سياسية وتعرف تهضر، أوكي؟ ولا تخرج من هكذا باراشوتي من اسمه من الشارع. شوف الناس اللي عندها بارتي بوليتيك تعرف تهضر، إيتو ما جمعوش 50,000 سينياتور، حزب عنده قرنوز مارا. هنا تشوف باللي 20 مليون اللي خرجوا للشارع إلا ما داروش حاجة ما يديروا والو، ما يقدموا لك والو. 20 مليون ما سنيه ولكش، 20 مليون ما سنيه ولكش 50,000 استمارة. يا بخليلي، يا مسدوح، يا نقاز، يا فتحي غراس، ما جمعتوش 50,000 سنياتور. حزب عريق مثل لام دياس وراه يعطي دي سوليسيون زعما للبلاد، ومن بعد يقول لك انا تحت له على مسوده الدستور، قال لك انا ما جو با نيغوسي. ان بارتي بوليتيك اللي ما ينيغوسي سي با ان بارتي بوليتيك. ان بوليتيسيان اللي ما يقى يروح يصدم، ما تجيش انت من الشارع، اوكي؟ خلاص هذيك تاع كيما نقولوا الشعبويه. هادو الناس اللي وصلوا السياسي الجزائري ما يسواش. علاه؟ لان ابن حلال داخل ذوبان الحزب تاعو في الحراك سيفول. مي انا اليوم بغيت نعطي اون ريبونس لهذا السيد هذا اللي هيومن رايتس ديفندر. هيومن رايتس ديفندر واش يدير لك؟ يكوبيك من اليوتيوب، يكوبيك من فيسبوك. المهم انا نوصل ليه لو كان يكوبيني عطيت له الميساج تاعي ونزيد له هذا الميساج هذا باش الناس تعرف. لان غدوه الاستوار، الناس اللي يكتبوا الاستوار يشوفوا 6000 واحد صدموا، 6000 واحد يقولوا لكم هرب هرب هرب، 6000 واحد كاع صدموا. صح واحد لقى هكذا قاعد وحده او يتساءل بعد يروحوا عنده يقولوا له انا ما هربتش. يقولوا لهم انا بغيت نشوف هذا الشيء هذا اسكو كان صحيح ولا ماشي صحيح، الحاجه هذه اللي تبعث لنا الوحش هذا ولا نصدم برك. اي لك واش صرحنا يا عندنا ليستوار غدوه اللي كتبوها يقولوا كاين شي ناس مام سي غالطين اليوم، احنا غالطين اليوم، مي لو دون لو فيتور 20 سنه 30 سنه ايتو يبقاو لي فيديو يشوفوا يقول لك شوف هادو الناس هادو كانوا يهضروا على المشروع هذا، مشروع يتعاود ريسيكلي. بس بصح لو بروبليم سي كاين شي ناس الاغلبيه الساحقه مساكن عندهم باو شونجمون وقراويتو، بصح طاحوا هاد المزبلة هادو اللي راهي تديهم معاهم. با
parce que le Mizbala elle est structurée. Ils ont des dirhams, ils ont l'appui, ils sont à l'étranger, ils ont des l'asile politique et tout, ils ont. Mais à la base, qui va y faire? Tu as fait une vidéo là, tu as 15 jours pour faire une autre vidéo. Pour que tu travailles, tu as tes enfants et tout. Donc, il faut que quelqu'un comprenne. Qu'un Chinois, vraiment, ils veulent un changement en Algérie, mais ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Washindir, ou Boumala, ou Tabou, ou Debbouze, ou des gens avec ça. Donc, alors, on fait la surface 1, il a le chat. La méthode terminée, il y a une organisation, ou il y a un chef, il y a même place de l'homme. Pour un avocat, un professeur, un journaliste. انا واش يغيظني الحال هذوك الناس اللي ما كانوا ما يسواش قبل الحراك يوليو ما يسواش بعد الحراك لان يروح لك كلش ناقص واحد في يحمرك احنا عندنا ناقص 20 دونك الواحد لازم يشوف هذه الاشياء هذا لا بيرد تو هادي سي فولي كاين حلول حلول بسيطه بصح لازم ساكريفيس ماشي دائما عندك ألف واحد خلقوا كلوب ومن ألف واحد هذا كان 15 يديسيدين رانا في أزمة الشعبوية هذا لو بوبوليزم هذا ما يدي إلى أي حاجة أنا درت فيديوهات بزاف بزاف على الماك وعلى فرحات مهني لأن علاه كاين شعب والشعب هذاك خرجت فيه إيليت صغيرة هكذا والإيليت هذيك خرجت فيها اللي مانيبيليهم 15 واحدة ويديسيديو كلش أو خرجنا أو درنا ما كانش يا فوت يا وراهي لا ديموكراسي وراهي لي برانسيب تاع لا ديموكراسي تقول لي واحد الآن حنا نخلقو بلد ديمقراطية مدنية ماشي عسكري يا بلوس دو ديموكراسي في الجيش كو مدنية والله العظيم كاين بلوس تاع لا ديموكراسي ولا شوا ولا ديسيزيون اي تو لان الانضباط هذا الانضباط يعطيك اشياء تخير عليهم اخويا انايا كاين اشياء ما بغيتش نديرهم بصح ما نكونش انا مضاد الاشياء هذه علاه لان المجموعه الكبيره راهي مع البروجي هذا يخرج لك ان اوردر من سميتو من الجروبمون من الجينيرال من الكوموندون ولا عندك 3000 سولدا راحوا معاه يبقى واحد مسكين ولا زوج يتبع لا ماجوريتي اوبليجي علاه سي سا لا ماجوريتي يا لو ريسبي دو لا مينوريتي مي في الجيش ما كاش الانضباط تبع لا ماجوريتي هنا تلقى واحد مسكين يسقي وحده ما يدير والو 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 في الشارع بصح للفيسبوك يا هو انا نعطيو مثال مع الجورناليست هذا دراني اسكو عنده لاكارت بروفيسيونيل الان اسكو راه يخدم مع فرانس 24 راه يخدم مع اراساف ها اسكو يخلص لي زامبو تاعو كيخلصو هادوك الناس ما تقدرش دير باطل ما تقدرش دير باطل دير باطل انا ما اي دونت كير لازم تخلص لي زامبو تاعك لازم تخلص لي لا تي في تاعك لازم ورا لي كونتريبيابل كيف انت تعطي معلومات من الساحه تعطيها الى نشره فرنسيه وما تخلصكش ولازم تكون عندك هما لازم يديروا une demande باش يكون لي روبورتير تاعهم عندهم لي كارت بروفيسيونيل لي جورناليست وبيان سور ميم اون الجيري بصح الا تروح لك الخدمه تاعك تو ني بلي جورناليست روبورتير لازم تكون افيلي ا اون ما على باليش ان جورنال ان تيليفزيون
انت راك في الحراك او طونك سيتوايان، هذوك الناس اللي راهم يرفدوا لي بونكارت وهذيك لي زورغانيزاسيون انترناسيونال لازم يعرفوا باللي داوك للحبس او طونك سيتوايان، ما داوكش للحبس او طونك جورناليست. سي سا لو بروبليم. فيك نيوز، لا هنا نقولوا ميس انفورميشن، كي واحد ما يلقاش الانفورماسيون اكزاكت يطبع الانفورماسيون فوس والناس تتبعها. انا كي نشوف ناس انا نعرفهم ام يديروا شير بارطاجي دي انفورماسيون غالطين، على هذا غادي نلحق دات دي فيديو هذا، لان البروجي تاع الناس هذا سي با لي ناسيون زوني ولا كبير المشروع تاعو. لازم الشعب الجزائري يفطن، هذه بعيدا عن الجيش بعيدا عن الحكومة، الشعب الجزائري لازم يكون يفطن وينحي هذوك النعارات والنزاعات هذوك بين الشعب الواحد. ما كاش قبيلي، ما كاش امازيغي، ما كاش عربي، ما كاش مسلم، ما كاش. انت جزائري اولا وعندك قوانين تاعك وعندك الحقوق تاعك وعندك الواجبات تاعك، صلي في الدار، اعبد في الدار، اشرب في الدار، دير واش حبيت. الواحد لازم يكون افيك دي ليميت، افيك دي ليميت. هنا تهدر الواحد تقول له تشيروا هكذا الامازيغيه تاعو ينحك كاع من البروفيل تاعو، تشيلوا هكذا شويه العربيه تاعو ينحك من البروفيل تاعو. لازم نتعلموا باللي الديمقراطيه والمدنيه والسياسيه والحريه ما تجيش الا انت متعصب، ما تجيش الا انت تكره الاخر. مرسوم الرسم على الحائط ما تقدرش تشوفه، ربي قال لك غض البصر، الا تشوف وحده عريانه غض البصر ومع السلامة، ما تقدرش تغير هذا الشيء. بس هو واش دار او انتايا اللي خرجت على القانون، مازال ما تربيناش الى مستوى وين الابواب يكون مفتوحين على كل المجتمع، لا ليبرتي ديكسبرسيون لا ديموكراسي. مازال الشعوب اللي عندها الديمقراطية راهي تلقى مشاكل الان، لان الشعب تاعها واعي الان. امريكا ديمقراطيته الرئيس الجمهوريه ما يختاروش الشعب، لازم تفهموا هكذا كاش ديمقراطيه، كل واحد والبلد تاعه. بصح في الجزائر لازم نتعلموا الاخوه، نتعلموا التعايش، هذا اللي إيفا سوفي لالجيري، تعايش. اتونسيون تطيحوا في هذاك الفخ، واحد في اليوتيوب ولا في الفيسبوك يحط لك باجا ومن بعد الناس تديها تدخل في راسها ومن بعد تخرج للشارع. انا قلت انا مثلا جو سوي بور لا ليبرتي ديكسبرسيون سور الفيسبوك، مي ما تخرجليش هذاك البو الى الشارع. انا ماذا بيا في علم النفس، لازم الناس يخلي، لازم الدوله تخلي الناس تخرج المكبوتات هذه. الشيء الوحيد اللي يخرجوا فيه المكبوتات هذا هو سير انترنت، المكبوتات السبان والطياعه والغضب والكره والكراهيه وكلش لازم يخرج. على باش ما يخرجش في الساحه، ما يخرجش في الشارع. ايلك باش نربيو الشعب، خرج السبان تاعك في الانترنت، مشي للطريق كاع الناس سواسيه. المهم الله يجيب الخير، تهلاو في رواحتكم، ما لازمش الناس يغلطوها هذوك الناس اللي راهم في بروكسل. ما يخلفوا، ما فهمتش بان الجزائر علاه ما عندهاش دي زيكسبير هكذا تاع لي ناسيون زونيتو باش يعطيوهم الصقله لهذوك الناس اللي راهم يجريو على لي بابي تاع اللجوء ايتو.
ضرب الجيش، ضرب الجزائر، ضرب هذا، ضرب هذا، علاه؟ باش يعطيو له اللجوء السياسي. هذا ما كان. تهلاو في رواحتكم وصحة فطوركم وصحة عندكم، صحيتكم.